أصل توضيح كده بسيط، احنا صحافة تلفزيونية عندنا سبق مع لاعب وجاي يبغى يتكلم عن رغبته. اللاعب انا ماني برئيس نادي، انا ما وقعت معاه ووعدته وقع معاي واذا جاني عرض بطلعك، ولاني رئيس نادي الحالي اللي قاعد يقرر له، ولاني رئيس واحد من ذا الاندية اللي يبغى يفاوضه، ولاني وكيل اللاعب. اللاعب خرج بمحض ارادته، اللاعب على لسانه انه موعود من الادارة السابقة انه اذا جاهم عرض ووقع معانا عشان يستفيد نادي الشباب. اللاعب بلسانه يقول تحدثت مع اداره نادي الشباب انه انا ابغى اطلع بناء على الاتفاق السابق. قعد في الشباب اهلا وسهلا، راح الواحد من الانديه الاربعه الله يوفقه. في ناس قاعده ترسل لي علمنا وش قال لك تحت الهواء، والله ترى سالته هالسؤال صراحه. سالته قلت له احنا برا الهواء، وقعت لمين؟ قال لي والله ما وقعت لاحد. هذا كلام لي تحت الهواء، قلت يمكن على الهواء يقول شيء وعكس. ترى الرجال والله اللي على الهواء تحت الهواء قال والله ما وقعت مع احد، اللي بيجي في مصلحه نادي الشباب انا بروح له. الله يوفقه. وان كنت انا من اسبوعين كاتب تغريده انه ما ودي اي لاعب يطلع من نادي الشباب، ويمكن ابو عبد العزيز يذكر هذا الموضوع انه حرام، ودي ذا اللعيبه يقعدون في نادي الشباب. وبعض الناس قالوا اكيد ده ما كتب كذا راح من النصر، وفي ناس قالوا اكيد ده ما كتب كذا اكيد راح الاتحاد، اكيد عشان في قناه الروتانا اللي مع الوليد بن طلال عشان الهلال. والله لا عشان ده ولا ده ولا ده، انا ودي الشباب يستمر بامكانياته، بس اذا اللاعب يبغى يطلع ومتفق مع الاداره السابقه وفي عروض ممكن تحل المشاكل الماليه اللي قال عليها احمد العقيل قبل شوي انه في مشاكل ماليه، انا مره فاجأني هالموضوع وانه في مشاكل ممكن يحلها الموضوع والجميع يكون مبسوط. الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع. روح فاصل.